السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هنا ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وكان يعني كان نقول كاع الشباب يديروا بحال هاد المشاريع، ولكن هاد المشروع هذا يعني سبحان الله سهل التكلفة وسهل في التربية وسهل، يعني اي عائلة خاصها تكون عندها هاد الطائر هذا الغريب. في الحقيقة انا جربته، ما كنتش دايرو كدير الارانب، ولكن منين جربته طائر يعني سهل في التربيه، وخا تشوفوه صغير هكا ما تحقروش، راه تبارك الله الخير كيجي موراه. اذا معلومات مهمه حول السمان والتكلفه والارباح وطريقه التربيه، هذه هي اللي غادي نهضروا عليها في الحلقه المهمه هذه. اول حاجه المساحه. تخيلوا ان ممكن انكم يعني في متر كاري، يعني متر على متر، ممكن انكم تربيو 45 طائر بدون ازدحام. يعني هذا الشيء هو يعني البريم اللي غادي كيتمشاو به الناس اللي كيربيو هاد الطائر هذا. بالنسبه لهذا الطائر هذا كيبغي شويه ديال الدفء، كما كتلاحظوا انا داير لوغي بجوج بولات ها هما ديال الثلاجه عاديين، وكنغطيه بالميكا وديرو غير في كاج عادي. شنو درت له في الارض؟ درت له النشاره الخشب، يعني غير باش يحس واحد شويه ديال الدفء. الثمن ديالو ممكن انكم تشريو بحال هاد العمر هذا، ممكن تشريوه ما بين 14 درهم حتى 20 درهم، كاين اللي كيبيعو 15 درهم. ولكن راه ملي كيسهل البيض تبارك الله راه ما كيقطعش، يعني كل عندكم كل طائر واحد عنده بيضه في النهار، يعني حسن من الدجاج. يعني بالنسبه للدواجن راه هذا الطائر هذا حسن من الدجاج بألف درجه. البيض ديالو راه الناس كيستعملوه للدواء، هو البيض ديالو رخيص كيدير درهم، يعني ماشي رخيص ولكن عادي في الثمن بحالو بحال واخا البيضه ديالو صغيره غادي نوريكم الحجم ديالها، ولكن هو راه ما كيقطعش البيض. هذه هي الميزه اللي فيه. بالنسبه للدجاج البلدي كيقطع البيض وكيولي عاوتاني كيبيض. هذا الطائر هذا هكاك داير سبحان الله، ما كيقطعش البيض. بالنسبه للبيض ديالو الناس اللي عاد بادين ممكن انهم يشريو هاد الطويرات هادو اللي سميتهم السمان، وخا ما يكونش معاهم الذكر. انا حيدتو عليهم، كنت غالط في الاول شريت معاهم الذكر، فاذا كنت تفاجئ بالسيد اللي شريت عليه كيقول لي الذكر وخا ما يكونش معاهم راهم كيبقاو يبيضوا، يعني بحالهم بحال الشكل ديال الدجاج. حتى هو ملي ما كانش عندهم معاهم الديك راه كيبقاو يولدوا بدون ذكر، بدون ذكر. كاين قضيه ديال البيض، هاد البيض اللي كيبقى يولدو هما ماشي ديال ماشي تخصيب، هذاك بيض مائده، يعني ما يمكنش تخرجوا منه فلال صخرين، ولكن البيع باش تبيعوه وتستافدوا منه راه خدام 100%. كاينه قضيه اخرى وهي ان هاد الطائر هذا الصغير يعني ما كيرقدش على البيض، لا، كاين واحد الفقاسات عباره عن واحد الاله او يعني ممكن كاينين يعني الناس اللي كيديروا غير كرتونه وكيديروا البيض كيبقاو يحركوه كيبقى يتحرك وكيدير واحد درجه الحراره معينه وكيفقس. اما باش هو يدير بحال الدجاجه ويرقد على البيض، لا، ما كيحضنش هو البيض. هذا هو الميزه اللي فيه، يعني ممكن فقاسه تكون عندكم، كاين فقاسه ديال 800 طائره، يعني 800 بيضه كيخرجوا في خطره. المهم انا كنهضر على كبدايه، شريو هاد الطائر هذا. عاوتاني القضيه اللي فيه ان ما خصوش يعني تجيبوه كيولد، هو ملي كيبدل المكان كيبقى واحد المده حتى كيتعود على المكان عاد كيولد، يعني اسمه هو الاصح وهو انكم تشريو السمان في عمر 20 يوم، يعني كيكون باقي ما سهلش يولد. ملي كيبدا يولد كيولد عندك،
ملي كيولد عندك راه صافي كيولي مزيان، ما كيقطعش على البيض، كيبقى كل نهار كيحط بيضه سبحان الله. القضيه ديال الذكر ملي كيكون معاهم ممكن انه يؤذيهم، ولكن نتواس بعضياتهم ما كيبقاوش ينقبوا بعضياتهم. يعني انا كنت حاط الذكر معاهم واحد الانثى يعني صافي تسيلها الدم ولا كيضربها وسيلها الدم. بالنسبه للبيض ديال المائده راه كما قلت لكم كيدير درهم، ممكن انكم تبيعوه ب 15 بالجمله، ولكن هو كيدير درهم. الشكل ديالو ممكن انا نوريه لكم، انا تبعوا معايا غادي نوريكم الشكل ديال البيض ديالو. اذا كما كتشوفوا انا عندي هنايا واحد البيضات كنت بعت، ولكن ها ما بقاو لي شي حبات هنايا. هانتوما شوفوا الشكل ديال البيض ديالو بالمقارنه مع البيض ديال الدجاج البلدي. البيض ديال الدجاج البلدي راه عندي انايا كبير في الحجم، كاين واحد النوع كيكون غير صغير، ممكن انكم تلقاو البيضه غير صغيره بحال دابا هادي. هانتوما بالمقارنه مع بيض السمان شوفوا شحال الحجم كيكون، هي راه غير صغيره ولكن راه عنده واحد الفوائد كبيره. هانتوما شوفوا سبحان الله، البيض ديالو هو مكثف يعني ثقيل، يعني ملي كتفكسوا البيضه ما كتلقاش واحد الخويه وعاد كاين الملح، لا كتلقى مباشره. هذه دابا هذه البيضه هذه عفوا بعدا نكملوا الهضره، مباشره كتلقاو الملح يعني متكتف في هذه البيضه. شوفوا هذه البيضه هذه راه اول مره غادي هي يعني السمانه اول مره ولدتها، علاش؟ لانها بيضه والغشه ديالها باقي شويه رقيق. اما هادو انتم الى لاحظتوا معايا هادو قاصحين صافي، هادو ولات هي كتولد سبحان الله. شوفوا البيض ديالها كيفاش داير، يعني وفيه واحد الطعم يعني غريب يعني مالح وحلو سبحان الله. واخا ما ديرش معاه الملح وما ديرش معاه يعني الكمون ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كيكون هو يعني المذاق ديالو حلو سبحان الله. انتما هذا الصوت هذا ديال هذا اللي سمعتوه هذا راه ديال الذكر ديالهم، هو اللي كيدير هذا الصوت هكا. هذه الدجاج بلدي هذا راني دايرته هو تبارك الله. بالنسبه للانواع ديال السمان، كاين الابيض اللون ديالو ابيض، وكاين اللون ديالو كحل يعني بربش بالكحل. هذاك اللون الابيض ننصحكم ما تشريوش، ما كيصدقش بزاف، ماشي بحال يعني المربش بالكحل، هذاك كيصدق مزيان. يعني الا لقيتو شي واحد كيبيع السمان راه مشروع مربح، يعني ديروه وان شاء الله غادي تربحوا منه واحد الربح. اللي اكثريه التربيه ديالو ساهله للغايه، هو عنده المناعه قويه، يعني ممكن انكم تشريوه وما ديروش معاه تحصينات وراه كيصبر معكم في الدار ديالكم. بالنسبه للاصوات ما كيديرش اصوات مزعجه، ساكت. الماكله ديالو ضروري تكون عندكم السيكاليم البياض، يعني كاين ديال البيض، عقلوا معايا على هذه اللقطه هذه. راه هو كيبغي السيكاليم، كاين الناس اللي كيشريو كيديروا معاه كيديروا له غير اللبابه، يعني اللبابه كيعطيوه ياكل، ولكن الا بغيتوا البيض ما يتقطعش وهو السيكاليم البياض. يعني تمشيو عند شي واحد تقول له عطينا يعني السيكاليم ديال السمان البياض، شوفوا تبارك الله البيضه ديالو كيفاش دايره. انتم يعني والمساحه راني قلت لكم واش متر كاري، ما تكونش عندكم في الدار متر كاري ما يمكنش، واخا ديروها غير في واحد القنيت، هو ما فيه لا رائحه، هذاك الزق ديالو اعزكم الله قليل، يعني ممكن انك يعني تنقي عليه من واحد المده لواحد المده. غير قضيه الضوء، ديروا له واحد البوله عاديه باش كيدفى، وغطيه بواحد الميكه وديروه في اي جهه، تربيه ارضيه ولا كاج ولا شي بانيو ولا اي حاجه، هو كيصبر. انا راني يعني تجربته وتا يعني دقت التكاليف ديالو والارباح ديالو، عاد بغيت نشارككم هاد الارباح، لان انا كنعتبر المشاهدين ديالي يعني عزازين عليا، ويعني داكشي اللي الخير اللي كنبغيه ليا كنبغيه حتى لهم، لان عندي مشاهدين اوفياء في القناه كنعتبرهم عائله ديالي. يعني ديروا الدجاج كاع في شويه ديال المشاكل، في الامراض، فيه
كيقطع البيض. اما الارانب هذوك ما تنزلوش عليهم، خصوصا في هذه الاونه فيها اللي حنا فيها ديال هذا الفيروس ديال كورونا. الناس دابا راه ولاو كيخزنوا يعني الاكل. اما بالنسبه لهذه المشاريع اللي كتكون خفيه في المنازل، ممكن انكم منين تقطع الناس يبقاو يشريو يعني السلع بزاف وتقطع يتقطع الحوايج، وخا تكون تبغي تشريها بالفلوس وما تلقاهاش، مثل هذه المشاريع ممكن انها تعاونك وتفيدك. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.